نمرة واحد، دائما عودنا الشرع الشريف والإسلام المنيف أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وألا نعكس، ننهى عن المعروف ونأمر بالمنكر. فإذا وجدت رجلا يصلي ثم إنه يشرب الخمر، أبدا لن أقول له اترك الصلاة لأنك خمورجي، لا، أنا أقول له لأنك مصلي اترك الخمر. فدائما أمر بالمعروف. فالذي هو متمسك بالعبادة أقول له إن هذا ليس غاية الآمال، بل لابد هذه العبادة أن تؤتي ثمارها، لأن الله وصف العبادة المقبولة فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله سبحانه وتعالى جعل فائدة لهذه العبادة فقال لعلكم تتقون. يبقى من أجل التقوى. فإذا لم تكن هناك تقوى يبقى عملك يا إما ناقص، يا إما فيه خلل، يا إما أنك لم تستفد من ثمرته التي جعلها اللي هي الروح زي ما فضلتك قلت قبل كده، فلا بد منزوعة الروح. منزوعة الروح فهي كالميت. نعم. ولذلك فلا بد أن تحيي عملك بأخلاقك. فده هو التعليم وهو الأساس. فدائما نأمر بالمعروف. نعم. إياك إن أنت لما تشوفه تقول له طب وكمان سيب الشريعة، بلاش الأخلاق بقى وسيب كمان. لا. نعم. ده أنا بقول له جاهد نفسك. نعم. وما دام الله قد من عليك بكمال شريعته فأكمل. نعم. حقيقته. نعم.